وأهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بعد أكثر من 3 عقود على غيابها عن السعودية، تفتتح غدا أول دار للسينما بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض بحضور شخصيات محلية وعالمية بارزة. هذا وسيشهد الحفل عرضا خاصا لفيلم النمر الأسود بلاك بانثر، والذي حقق نجاحات ساحقة في شباك التذاكر حول العالم. وسيكون هذا العرض الأول من سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال الشهر الحالي. إذن مشاهدينا، سيستأنف السعوديون غدا السينما السعودية، إذ سيشهد مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض أول عرض سينمائي غدا. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا مع زميلنا محمد المشاري من هناك، نتابع. في الستينيات الميلادية وفي الحقب الزمنية الماضية كانوا الشباب يتربعون في وسط هذا الشارع، شارع الشميسي أو شارع السينما قديما. كانوا الشباب يأتون إلى هذه المحال لاستئجار مكائن تشغيل الأفلام السينمائية، لكن اليوم أصبح هذا الشارع يلتقط أنفاسه الأخيرة بعد السماح بإنشاء دور عرض للسينما في السعودية. أقف الآن وخلفي مركز الملك عبدالله المالي، حيث الصالة التي ستشهد بعد أقل من 24 ساعة العرض السينمائي الأول في المملكة العربية السعودية. أول فيلم سيتم عرضه في هذه الصالة هو فيلم بلاك بانثر، ومن المحتمل أيضا حضور طاقم الفيلم في عرضه الأول في السعودية. شركة AMC هي المشغل الأول لدور العرض في السعودية تحت مظلة شركة الترفيه للاستثمار. لا نعلم حتى هذه الساعة متى ستكون الانطلاقة الفعلية لدخول المواطنين إلى هذه القاعات والاستمتاع بمشاهدة الأفلام. هناك عدة جهات مسؤولة للإشراف عن دور العرض أو صلاة دور العرض للسينما في السعودية. هناك ضعف ملاحظ للتنسيق الإعلامي بين هذه الجهات، هناك ضعف أيضا في إعطاء وتقديم المعلومة للجهات الإعلامية في السعودية. هناك شركات عديدة لتشغيل دور العرض السينمائية في السعودية، لكن لازالوا بانتظار إعطائهم للتصريح اللازمة. وخمسون ريالا تقريبا هي قيمة المقعد الواحد داخل صالة السينما في السعودية.